شركائك بالوطن يقول لك انا ما اريد الحشد يبتلع مناطقي. الامريكان اذا طلعوا الحشد يسيطرون على كل مناطق السنه وخلص. هاي الحشد بقوه سنيه وبقوه تركمانيه وبقوه كردية. القرار يمنه القرار يمنه القرار قرار بيغ رئيس وزراء. اي ما يخالف رئيس وزراء شيعي. ايش طلعتها؟ اي طيني ضمانه، طيني طمئني. شنو طمئني؟ انه الامريكان اذا طلعوا انت ما راح تجي تستوطن في بعض المناطق، ما اقصد تستوطن تسكن، انه تجي انت تنصب سيطراتك وتخلي قواتك الامنيه كلها حشد. زين. هي مشكله ما هذا راح احكي. قد وقت عندك؟ بعد عندك وقت من العقب باكر. زين انا وين القى الدواعش؟ هسه هاي الشباب اللي يضربوه. يعني شبابنا البارحه تحت شويه احد الاخوان المسؤولين بالحشد قال دخلوا من مكان 12 واحد يقول يعني كاميراتنا الان وصلنا المكان يقول هنا هم وين ولا بيا مكان ما اعرف وين بالصحراء غير بيا صحراء الصحراء الغربيه يعني الصحراء اللي على مثلا يم البصره لا يم الصماوه طبعا ما حد سلمان جيد اكو قوات هناك فاذا انا شلون اعوفها جيش ليش بالنسبه لي تهديد الجيش ايضا موجود اي طيب ما انت قوي الجيش انا اعزز الجيش واسند للجيش الجيش يجب ان يكون عضيده معه قوب ليش ما توحدهم هسه مو وقت هسه الله كريم جوز يجي وقت تحدها لكن في الوقت الحاضر احنا استونا طلعنا من معارك داعش وتحرير المناطق جيشنا وداخليتنا وحشدنا لابد ان يكون واحد الى جانب الثاني والحشد في الوقت الحاضر بامكانياته باسلوبه القتالي بتجاربه ضروري ان يكون سند اكو خشيه من عقيده الحشد وليس من من قوه نفس عقيده الجيش والشرطه لا شلون مختلف يعني هم شباب الحشد مين تختلف اولاد الخايبه بالجنوب المساكين والابطال أكيد يعني هسه راحوا استاذ غزوان والله مو انصاف بالله العظيم انا يعني لانه كنت وياهم يعني تدري يعني هاي العالم اللي ضحت بارواحها وعوائلها تيتمت حضرت هاي المناطق بس الله يدري شلون نامت بالبرد وبالحر وبالكذا والمفخخات والهوسه وحضرت المناطق هسه صاروا مثلا ذول الشباب بالحشد صاروا ماكو حديث عن شباب الحشد لا لا اكو حديث عن قيادات بالحشد قيادات شهم زين انا راح اسالك القيادات بالحشد واللي هو على راسهم الحج ابو مهدي رحمه الله هذا الحج العامري هذا الاخوان اللي استشهد والباقي باقي وهم ما اريد اذكر اسماء وين كانوا بالمعارك؟ بالفنادق يعني؟ كانوا قاعدين ببغداد ودق عليهم التبريد لو كانوا بالجبهات. اقسم بالله وهذا شهر رمضان انا كنت اسحب بعضهم انا وزير عشان اروح تدري اخذ بعض الشباب من الوزاره بين فتره وفتره غير الفتره اللي انا كنت فيها الدعم اللوجستي. واودي يعني اودي تبرعات مواد غذائيه وكذا ونقعد يم الشباب ليله ليلتين ونرجع. اقسم بالله بالموضوع الامامي انا كنت اسحب حتى قلت وين انت ايش تسوي؟ انت وزير هم كان بعضهم يخاف انه استشهد وها داعش على مثلا قتل عندهم وزير يقول له ترجع لي ورا ايش تسوي؟ ايش تقول لهم وين الحين؟ هذول الشباب موجودين قيادات التم يعني اذا تذكر اسم الحاج ابو مهدي واعلى من الحاج ابو مهدي بعد رحمه الله عليه اذا هم القاده قصدي ماكو مشكله بهذا اكو مشكله سياسيه جيوسياسيه اقول يا حبيبي يعني دول اللي احنا ما نقول الخوف مو من المقاتلين الخوف من القيادات طبعا هم القيادات كانوا مقاتلين ما يخالف وطنيين يعني متدينين اليوم كتائب حزب الله موجوده في الانبار اليوم بعض القيادات من كتائب من العصائب من بدر موجوده في سرايا السلام موجوده في سامراء كل دول البعض يعتقد انه هم ما اعرف شلون احكيها ولكن انه هذا من تجربتي ومن معرفتي الدقيقه ومسؤول عن كلامي الخطر لا زال موجود في هذه المناطق نعم خطر بسيط مو كبير يعني لكن ممكن ان يستفحل ويكبر واحد اثنين ضروري ان يكون الحشد في هذه المرحله مع الجيش لحمايه البلد لحمايه الناس لحماية الناس في تلك المناطق قبل مناطقنا لأن جزء مناطقنا أكو سواتر عديدة حتى توصلها مطبات أكو كذا لكن ذيك لكن الناس خطية المساكين اللي طلعوا من ذيك الصفحة المظلمة واستعادوا عافيتهم اليوم تجي تسلمهم مرة ثانية لداعش
فتعتقد ماكو قلق من خروج الامريكان؟ ماكو ابدا، هم الامريكان لا ما لهم علاقه بداعش، وينهم؟ غطاء جوي وغيره. لا ولا غطاء جوي، اليوم عندهم مهمه اخرى، هم عندهم مهمه سوريا راحوا وجاي، اصلا مو داعش حقيقه والله.